وطلب محافظ صلاح الدين توحيد القرار الأمني في المحافظة لضمان الاستقرار وتحييد الخروقات الإرهابية، مشيرا إلى القيام بعمليات لتجريف الجزرة الوسطية في نهر دجلة لمنع حصول الإرهابيين على موضع قدم والتوجه لمحاربتهم على حدود المحافظة. نقول رئيس اللجنة الأمنية العليا إيه؟ هو كأنه هو متحكم بالقوات، أنا ما متحكم بالقوات، القوات عندي. أنت شايف محافظة بها 4 قيادات عمليات، قيادة عمليات صلاح الدين، قيادة عمليات سامرة، وقيادة عمليات كركوك قسم من الطوز والهذا، وقيادة عمليات أخرى، قيادة عمليات الحشد الشعبي. وإحنا دعينا من البداية، أنا كتبت أنه أسعى إلى توحيد القيادات الأمنية، ما حد سمعني، لأن هذا وزارة الدفاع وزارة الداخلية شبيه حكومات أو وزارات اتحادية. الأمر يجي من الوزير. أنت من تقول لي هذا حسب القانون، القانون ما مطبق. هسه إحنا مثلا صلاح الدين الخروقات ليش؟ لأنه المحافظة محاطة بسبع محافظات، وهذا مشكلة حدود مشتركة. وثانيا إحنا عندنا نهر دجلة بيه جزرات موجودة بها داعش. الآن إحنا كمحافظة بالتنسيق مع القوات العسكرية وهيئة الحشد الشعبي بدينا نشيل هاي الجزرات. من راح نشيل هاي الجزرات يبقى عندنا الخطر محدد، هو بجبل حمرين نقدر كنا نتجه إلى هذا. لكن قلت لك مقترحاتنا لا تسمع بشكل جيد، لأنه الملف في صلاح الدين القوات الموجودة به هي قوات كثيرة ومتشعبة، بالتالي السيطرة عليها صعبة.